اسامه ابو علي النهارده الصبح سبحان الله في الراديو كنت بتكلم وقلت يا جماعه لا سحر ولا شعوذه بس انا مقتنع ومؤمن وبراهن على اسامه ابو علي ليه؟ عش احنا مش السيد الالوسي مش بطلع البلوره وبقعد اعزم عليها فبيطلع لي الغيب ولكن في معطيات بتنبئ على النتائج انت مش هتدخل كرومب تطلع بطيخ هتدخل بطيخه يطلع لك بطيخ هتدخل كرومب هيطلع لك كرومب. فلا بنفس القياس وبنفس المنطق اللي اتكلمت عنه وقلت بيه رأي على مودست في عز ما كان كل الناس بتتكلم ده الرفال الفرنسية القاطرة السويدية الأجنحة اللي مش عارف المكسيكية قلت يا جماعة المعطيات بتاعت الراجل ده حتى لو كان مهاجم جامد وحتى لو كان متألق في وقت من الأوقات بس معطياته قبل ما يجي الأهلي كلها معطيات سلبية تقول إن الصفقة دي صفقة هاي ريسك فيها خطورة عالية حتى لو مودست بيسجل حتى لو بيهدف على العكس تماما لما اتكلمت على رضا سليم وعلى امام عاشور واتكلمت على اسامه ابو علي، ليه؟ لانك لما تتكلم على اسامه ابو علي هتلاقي واحد مع سيريس السويدي شارك في 17 لقاء منهم 15 لقاء كلعيب اساسي سجل 11 هدف وصنع هدف، يعني عنده 12 مساهمه تهديفيه في 15 لقاء لعبهم اساسي. لما تيجي تبص على اسامه ابو علي عنده 25 سنه رجليه في الملعب يقدر يكون فرود الاهلي الاساسي في جميع المنافسات وجميع المسابقات لان عنده من الجهد والقدره البدنيه انه يقدر يعتمد عليه مارسيل كولر في القصه دي